تشبع الام روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم ده عشان يحيى يا جماعه We'll be right back.
الله الرحمن الرحيم. انا اللي بشكركم وتشرفنا بخدمه النادي الاهلي. فعلا نادي كبير، نادي عظيم، التزام، مواعيد، اخلاق، حب. صراحة البعثة كلها مع بعض، حب، التزام في المواعيد. احنا نظمنا معسكرات كتير، لكن فعلا من انجح المعسكرات، او اقدر اقول انجح معسكر نظمناه. المواعيد باللحظة، يمكن حضرتك معانا يا كابتن كل يوم وشايفنا، تجمع الساعة كذا بالظبط، باللحظة بالدقيقة موجودين، لعيبة، جهاز، إداريين، إعلاميين، ما شاء الله. احنا جاي من النادي الأهلي الريكوست، كان في كذا شركة مقدمنا، الحمد لله رب العالمين العرض بتاعنا كان أفضلهم. النادي الأهلي ساكن في أحسن فندق في البلد، برج خليفة، بساطة على أعلى مستوى، ملاعب على أعلى مستوى، اللعيبة كلها مبسوطة من الملاعب، يمكن حضرتك شفت طبعا. ده النادي الأهلي، ده النادي الأهلي، ولازم كل حاجة تبقى خدنا خمس نجوم، لازم فايف ستارز، هو ده النادي الأهلي. ده شيء لازم فعلا نتكلم عنه. الجمهور ما شاء الله ما شاء الله، المصريين في كل مكان، والنادي الأهلي اسم كبير، جمهور كتير جدا حضر ما شاء الله. صور مع اللعيبة، اللعيبة متواضعة جدا، أحب أقول الكلام ده حقي، لازم تقول اللعيبة متواضعة جدا، صوروا مع الناس كلها، اللعيبة كانت مبسوطة. أنا شفت روح إخاء واللعيبة مع بعض، حتى اليوم الفري اللعيبة كلهم مع بعض رايحين مكان واحد، التمرين اللعيبة واخدة بالها من بعض، الإداريين، الإعلاميين، الجمهور اتلف حوالينا، ما شاء الله على الجمهور اتلف حوالين النادي. والنادي الأهلي نادي عالمي، نادي عظيم، لازم يبقى كمية الجمهور دي موجودة. وفعلا النادي الاهلي شرف مصر كلها، مش النادي الاهلي شرف مصر كلها. انا بدعو كل الفرق انها تيجي. الملاعب عندنا على اعلى مستوى، فنادق على اعلى مستوى، ترانسفير لوجيستيك على اعلى مستوى. النادي الاهلي ادى مصر ايمج عالي جدا، شرف مصر كلها باللي حصل، باللعيبه، بكل حاجه، كل حاجه في المعسكر كان